الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب والكهرباء. عدد من نواب الأغلبية أكدوا أن الوقت بات مناسبا لتطبيق هذين القانونين بعد الإنجازات التي قالوا إنها تحققت خلال السنوات الأخيرة. أرلي عن هذا اليوم أن مشاريع القوانين الاثنين مشاريع قوانين مهمة، لأنهم يجوا وراء أن البلاد الحمد لله في إطار العشرية عدلت مشاريع هيكلية في هذا المجالين المهمين، مجال المياه مشروع أفطوط الساحلي، مشروع أفطوط الشرقي، ومشروع أظهر اللي حلوا مشكلة المياه في مناطق نائية ما كان يوصل لها سابقا وكانت ما عندها أمل باطل حل هذه المشاكل. وعلى النقيض من ذلك، رأى نواب المعارضون أن الظرف الحالي للكهرباء غير مناسب لتطبيق مثل هذا القانون، وأن اللازم هو التريث حتى توفير الخدمات التي تحدثوا عن اختلالات فيها من حيث اضطراب وصول الخدمة، مؤكدين أن هناك أضرارا كبيرة بسبب ذلك. مدى ضررها كبير، يلا تتكايس مع الناس إلى قدمت خدمة قدمتها بطريقة ما هي مناسبة ولا هي جيدة ولا هي على المستوى ولا هي في الوقت، وتالبينها واحدين يفكتروا دائما بالتقدير، يقولوا هذا فلان هذا لا يندروا عليه ياسر وفلان لا يندروا عليه شوي، هذا ما هو كان يلا نتلاو نعاقب الناس اللي ينفوتوا نوفروا لها خدمة. وترى الحكومة أن مشروعي القانونين من شأنهما المساهمة بتأثيرهما الردعي في الحد من الممارسات التقصيرية في الشركات العمومية، كما سيعززان فاعلية المحاكم المختصة والمساهمة في القضاء نهائيا على الممارسات الاحتيالية في هذا المجال.